معرض العراق الدولي عقار واستثمار أول معرض يقام في بغداد يختص بالعقارات والاستثمارات بمشاركة كبرى الشركات المختصة بهذا المجال وبدعم وإسناد أيضاً الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة استثمار بغداد. إحنا هدفنا من إقامة هكذا معرض دعم ودعوة كافة الشركات في مختلف دول العالم الرغبة بالعمل في العراق للمشاركة في عملية دعم وتطوير المجال العقاري في بغداد. كثير من المشاريع السكنية مشاركة بهذا المعرض، خاصة بعد ما شفنا تطور كبير بالعمران، ممكن أنه يصير تعاون مستقبلا بعمل مشاريع أخرى داخل بغداد أو ممكن ننقلها في محافظات أخرى. أهمية المشاركة، خلط الأفكار لإبراز الطاقات اللي موجودة حاليا بالنسبة للعامة. شاركنا بمجموعة أعمال إلنا، مجمع بغداد مارينا السكني، عندنا مجمع الأميرات في النجف. ندعو كل الشركات أنه تساهم بأعمار البلد. بخصوص المشاركة بالمعارض وعرض نتاجاتهم، أكو ساحة مفتوحة لكل الشركات أنه تشارك وتعرض خدماتها للمواطنين. مناخ العراق للاستثمار حالياً نلاحظها خاصة بغداد كعاصمة، حالياً أنه الكثير من المجمعات السكنية والمجمعات الأخرى دا تصعد، فدا نشوفها بسماء بغداد، وهذا دليل على أنه أكو مناخ خصب لهي شيء أمور.